الأسئلة. الموضوع الأول ديال المحروقات، غير نذكر بأن هذا الملف هذا كان تفتح في المجلس على أساس شكاية كما ذكرتي متنوعة، لأن جات من عدة أطراف، وكان هناك بداية تحقيق ووصل المطاف النهائي، إلا أنه عرف بعض الاختلالات اللي وضحها ديوان البلاغ من الديوان الملكي في الوقت فاش أعلن على وصولي شخصيا إلى المجلس بعد اختياري من طرف صاحب جلالة نصره الله. في ذاك الوقت وضحت بأن بلاغ الديوان الملكي تكلم عن هذا الملف بأنه لم يدرس من طرف اللجنة الخاصة اللي كانت تعينت للبحث في الاختلالات اللي وقعت في المجلس، وهذا كيعني بأن الملف باقي في سيطرة مجلس المنافسة. وطلب بلاغ الديوان الملكي من السلطة الحكومية لإعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم الأسعار والمنافسة والذي ينظم المجلس، وهذا ما كان إلى اليوم. خرجوا القوانين المعدلة للقانونين الاثنين، القانون 114 والقانون 23/12، هذو قوانين تغيرت الآن. إنما الإطار القانوني كما تعلمون جميعا هما قانون ومراسيم للتطبيقية، هما في طور الإنجاز الآن، يعني باقي بعض الأيام على ما كان فهموا، لأن هذه طبيعة الحال مسؤولية حكومية، المراسيم لابد منها لتطبيق سليم للقانون. احنا في انتظار باش نوصلوا هذه المرحلة الأخيرة، صدور هذه المراسيم هذه اللي كتوضح بعض المسائل التي لا توجد في القانون، والقانون لا يعمل به من ناحية المواد التي تشير إلى بعض الإيضاحات في المراسيم. إذن الإطار القانوني يكتمل بالمراسيم. ماذا سيقع من بعد خروج المراسيم؟ هو إعادة نظر في الملف. هناك تخمينات اللي كانت في المجلس هذه المدة كلها اللي وصلت لواحد الاستنتاج بأن هذا الملف لابد من إعادة النظر فيه بطريقة قانونية سليمة. قضية قانونية سليمة هي اللي كتسمح بواحد الإطار اللي غادي يوصلنا النتيجة من ناحية القرار النهائي اللي خصنا نحتاطوا فيه في المجلس كما نحتاط في جميع الملفات، لأن قرارات المجلس يطعن فيها أمام المحاكم. إذن الملف يجب أن يكون قويا وسليما قانونيا باش يكون فيه الطعن بطبيعة الحال، ماشي سهل، ودابا حفاظا على قرار المجلس، لأن إلا خدينا قرار غير مكتمل أو غير واقف على قوة قانونية غادي يكون الإلغاء ديالو من طرف المحاكم، وهذا ماشي هو الهدف. إذن لابد من هاد بعض الخروج المراسيم، إذن تكميل الإطار القانوني اللي تطلب به بلاغ الديوان الملكي، فتح الملف من جديد، إتمامه بما هو لازم من ناحية المعلومات أو من ناحية أخرى لاتخاذ قرار سليم في النهاية. إذن اللي يمكن نأكد لكم هي لم يكن هناك أي تغيير في الموقف المجلس، سيفتح هذا الملف الذي نعتبره بأنه ملف لم يغلق نهائيا ولم يتخذ فيه أي قرار إلى الآن. إذن القرار لا زال أمامنا وسيتخذ على أساس قانوني اللي وضعته الترسانة القانونية الجديدة بجميع المعطيات والبيانات التي ستمكن المجلس من التركيز على قرارات يمكن الدفاع عنها بسهولة أمام المحاكم. هذا كما كنقول أن المجلس ليس هدفه هو أن يخرج قرار، هو يخرج قرار سليم قانونيا. هذا بما يخص ملف المحروقات. إذن كنتبعوا مجالس الحكومة مباشرة من بعد صدور المراسيم، وبطبيعة الحال المرسوم وكان قوانين لا ليس لها قوة قانونية إلا بعد الصدور في الجريدة الرسمية، وحنا ملزمين بعد المسطرة هذه، ما كاينش عندنا الحل. إن قرار مجلس الحكومي لأن المراسيم تقرر هناك
نشرها كنتمناو في اقرب وقت ممكن. هذا الطلب ديالنا كمجلس ان هذه المراسم تخرج في اقرب وقت ممكن. فتح الملف اضافه ما يمكن او ما يلزم اضافته الى الملف واتخاذ قرار مع، وهذه من المسائل اللي في التطبيق السليم للقانون، احترام لازم لحق الدفاع. لان كل ما زدتي شي حاجه في واحد الملف خاص الطرف اللي مقابلك يكون عنده واحد الراي، واش متفق مع ذاك المعطى ولا ديك البيانات او لا، ويعطي رايه. اذا هذه القضيه ديال حفاظ هو حفاظ دستوريا على قانون الدفاع لسلامه القرار النهائي. إذن هذه المسائل كلها غادي نوضحوها، لأن غادي تكون موضوع قرار للمجلس مباشرة بعد صدور المراسيم، وبطبيعة الحال سيعلن عنها كما كنديروا في العادة، لأن القرارات المجلس تنشر ويكون فيها ما يكفي من معطيات أو من دلالات لتقوية هذا القرار. هذا من ناحية المعطيات اللي خاصة بعملية التركيز، نفضل ما نوضحهاش هنا لأنها تقنية جدا. حنا غنخرجوا واحد البلاغ أو على الأقل غنعطيو المعطيات اللي كتهم هذيك العملية ديال التركيز. حنا بطبيعة الحال ما كيهمناش شكون اللي دخل في المسطرة ولا ماشي دخل في المسطرة، هذا ليس مهما، هو القطاعات الاقتصادية اللي كانت كتضمن هذا الملفات. هذا غادي نعطيو بعض التوضيحات في هذا الميدان. بالنسبه لغلاء الاثمنه، هو واحد المساله مهمه وغادي نوضحها وغادي نرجع ليها في اي مناسبه اللي هذا الموضوع هذا كيتطرق ليه في القانون وفي ما يكون يمس بالاقتصاد الحر. ارتفاع أو انخفاض الأثمنة ليس عيبا في حد ذاته أو خطأ في حد ذاته. الأثمنة كتطلع وتهبط على حساب الطلب والعرض، العرض والطلب، على حساب الوجود ديال هذا، وعلى حساب الأسعار ديال تكلفة الإنتاج والأسعار ديال النقل والأسعار الخارجية. احنا كنعرفوا الآن بأن عالميا عدة أسعار عالميا كالنقل، لأن النقل الأساس دياله هو ثمن التكلفة ديال الوقود، هذه كان فيها زيادات، وهذه الزيادة في النقل كتأثر على جميع المسائل اللي كتستعمل وسائل النقل، ومنها المواد الغذائية. كنعرفوا بأن المواد الغذائية عندها مشكل من ناحية الإنتاجية، إذا كانت الأجواء باردة أو ساخنة، ممطرة أو غير ممطرة، هذو تقلبات كنعرفوها. إذن الزيادة في حد ذاتها بالنسبة لنا مش حيث كين زيادة هي كين مشكل. الزيادة يكون فيها مشكل إذا كان هناك تواطؤ، هذا هو اللي كنردوا له البال إذا كانت غير مبررات. وهذا هو السؤال اللي طرحنا مثلا في الملف المحروقات اللي خرجنا، هل تغيرات الأثمنة في السوق المغربي تشرح أو تفسر بتغيرات الأثمنة في السوق العالمي، لأن هذه المواد كلها مستوردة. إذن الهدف ديالنا مش نقولوا بأن الزيادة خطأ أو خصها تكون أو ما تكونش، هل هي عندها واحد العلاقة مباشرة بشي حاجة اللي عقلانية. المغرب كجميع الدول كيعرف تقلبات في الأثمنة. الآن كنعرفوا بأن التضخم المالي الانفلاسيون هي راجعة في الدول كاملة، بدأت من الوقود، بدأت من اللوجيستيك النقل، وبدأت كتمس جميع المواد. الآن عندنا عوامل داخلية في البلاد، هي الطقس، هي قلة الأمطار أو ندور الأمطار بعض المناطق، هذه عندها تأثير. يعني اللي كنحاولوا نشوفوا عليها هي هل هاد التغيرات في الأسعار مبررة أو غير مبررة. إذا كانت مبررة هذا هو السوق، ما عندك ما تدير، الطلب والعرض والعرض والطلب هو اللي كيحدوا. الدولة بطبيعة الحال كيبقى لها امتيازات في الدعم إلى بغات، وخا مجلس عنده موقف كنقولوا بأن الدعم ليس دعم المواد ليس ناجح كسياسة. احنا كنفضلوا بأن وهذا الشيء في الإطار اللي وضحه خطاب صاحب الجلالة اللي تكلم عليه عدة مرات، ثلاثة مرات على ما كنتذكر، اللي كيتكلم على الدعم المباشر. يعني بلاص ما دعم هذه المادة ولا هذا، كندعموا الأسر المعوزة والأسر اللي عندها تكلفة
ديال العيش اللي كتفوق الدخل ديالها. هاد حنا غادي نفرد النطاق هذا وكنطلبوا من الدولة ومن الحكومة باش تمشي في إطار الدعم المباشر للمواطن وعدم دعم المواد وتخلي المواد الحاجة كتغلى ولا كتنقص. هذاك هو السوق، والمنافسة هي من الوسائل اللي كتحد من الغلاء، لأن بطبيعة الحال ملي كتكون الغلاء غير مبرر راه ديما كيكون شي واحد اللي ما كيمشيش في داك الخط وكيفضل يكون عنده واحد الحصة السوق زايدة لأنه ما كيجيش في السوق بالنسبة للآخرين. وهادشي اللي كنلاحظوا في الأسواق حتى ديال الخضر والفواكه اللي كنمشيو ليها، ديما كتلقى الأثمنة مختلفة، هذا بغي يبيع، هذا بغي يفك اللي بقى ليه من واحد المادة، كينقص من الثمن وكيكون رخص ولا غلى من 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 الزميل ديالو اللي حداه. إذا المجلس ليس له تدخل في الأثمنة، له تدخل في التواطؤ على الأثمنة، وهذا خصنا على الأقل حجة أو يكون شبه أن سوبسون، ملي يكون شبه بأن كاين هناك تعدى كنمشيو نديرو التحقيق ديالنا. ولكن الزيادة في الأثمنة هو بحد ذاته ليس مؤشر بأن هناك تواطؤ. هذه إلا كان، وحنا كنعرفوا بأن في هذه المدة الزمنية ديال المغرب ورمضان قرب وهذا كيكون واحد الطلب كثير على بعض المواد اللي كيجعل الأثمنة كتزاد، وهذا من 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 العوامل ديال السوق وديال ديال المنافسة الشريفة، تكون الطلب والطلب والعرض والطلب كي هما اللي كيحددوا الأثمنة. إذا التدخل ديالنا في الأثمنة ليس مباشرا، هو في حالة تواطؤ فقط.